شح أمطار الخريف هذا الموسم أخر شروع الفلاحين في حملة الحرث والبذر بعدة مناطق بالولاية، خاصة مادة الشعير التي يعمل الفلاحون على زراعتها مبكرا. هذه حاجة مزار يتخرفي فيها ذاك أكتوبر، احنا مزارين من 15 أكتوبر حتى 15 نوفمبر، هذه هي احنا نقولوا الخرفية. إن شاء الله على ربي بالك من الآخر الشهر إن شاء الله أكتوبر إن شاء الله يجيب ربي الخير إن شاء الله. والسنة من المطر هذا وخرنا شوية حتى 1 نوفمبر نكمصوا، من 25 أكتوبر ونكمصوا. الشعير والخرطان هذا ما متفكر به معليش، بس كيما ما ينظرش كيما الحب الفارينة قمح صلب وقمح لين من ديسمبر نكمصوا فيه. مخاوف الفلاحين أن تؤثر هذه الوضعية الجوية على إنتاج الحبوب هذا الموسم. توخر هكذا توخر مع البلاع هذه، كانت السنين كانت مومت أكتوبر كانت الأمطار تطيح بكري تاع البريمي في الدولة 3 متر أكتوبر، صار السنة هذه شوية توخر شوية وتخوش الفلاح في الزريعة هذه. احنا مازال نقدروا حتى نوفمبر حتى ديسمبر نقدروا نزرعوا، ما عندنا حتى إشكال بالنسبة للتأخر. ولاية كامل لحد الآن رانا أهداف كأهداف 154 ألف هكتار بكل الأصناف، يعني يتصدرها القمح الصلب. ليبقى أمل الفلاحين هو تساقط الأمطار ضمانا لتحقيق موسم فلاحي ناجح.